أكثر من 60,000 طالب وطالبة تقدموا لامتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني في 372 مركزا للامتحانات توزعت على محافظات السلطنة. لجان كلها مهيئة بعدد الكراسي والطاولات ومتوفر كل ما يلزم الطالبات لأداء الامتحانات. وزارة التربية والتعليم استعدت لاستقبال طلبة دبلوم التعليم العام من خلال توجيه النشرات التربوية وتجهيز قاعات الامتحانات إلى جانب عمليات التصحيح في 4 مراكز على مستوى السلطنة. أهم نصيحة تنظيم الوقت، تنظم وقتك، وقت للدراسة ووقت للراحة. أما داخل قاعة الاختبارات نفس الشيء، ننصحهم بالهدوء، أنه لا تكون مستعجل، أقرأ الأسئلة بهدوء لأن معرفتك للسؤال عبارة عن نصف الإجابة. هنا يمتحن الطلبة في مادة اللغة العربية في يومهم الأول أسئلة تفاوتت في مستويات تفكيرها سهولة وصعوبة بغية مراعاة الفروق الفردية، كما يؤكد المعدون لهذه الامتحانات. امتحانات تمتد حتى 19 من الشهر الجاري. في البيت الأهل ما قصروا معي، وفروا لي جو مناسب، بعدوا عني ضغوطات وكذا، والحمد لله رب العالمين جاوز هذه المرحلة. وتشكل الأسرة عاملا مهما في نجاح الطالب وتقدمه في مثل هذا الوقت من خلال توفير الجو الملائم للمذاكرة وتقديم الوجبات الصحية المناسبة إلى جانب توجيه النصح وشيء من التعزيز. إنجاز الطالب لامتحانات شهادة دبلوم التعليم العام تتجاوز مستوى النجاح إلى التفوق، تفوق يؤهله للحصول على دراسة أكاديمية عليا يتطلع إليها من أجل مستقبل أفضل. أحمد بن مبارك الدرمكي.